بشكر الزميل العزيز المونتير احمد صلاح بيعمل لكم الفيلرات الحلوه دي اللي بتشوف فيها الملخصات والحاجات الجميله اللي نفسكم دايما تتفرجوا عليها. طيب خلينا نبدا كالعاده بمباراه اليوم، مباراه الاهلي وانبي في كاس مصر. مباراه كانت في غايه الاهميه للاهلي، خساره الدوري العام، وكان كابتن الخطيب الحياه في لفته طيبه نزل للعيبه في الملعب وشد من ازرهم وشال عنهم المسؤوليه بالكامل، لكن خسروا مباراه السوبر في اداء فيه تخاذل او في تهاون او في نوع من انواع عدم تحمل المسؤوليه. كانت القرارات الرادعه والقويه والفوريه بالخصم للاعبين، وحصل نوع من انواع التحفيز. وقلت لكم امبارح انه الاهلي يظل الاهلي لانه في 48 ساعه خرجوا من الازمه، خرجوا من القصه، خرجوا من الحدوته، وصمموا وتعهدوا على الفوز اليوم امام انبي. الحقيقه مش قصه الفوز بس، لكن النهارده الاهلي عنده اكثر من مكسب غير مكسب المباراه. المكسب الاولاني عوده الثقه، انك بتفوز حتى لو كنت بتلاعب فريق درجه ثالثه، وما بالك بتلاعب انبي من الفرق المحترمه جدا وعندها مدرب اكثر من محترم كابتن حلمي طولان. المكسب الثاني هو الروح اللي كانت موجوده عند اللعيبه والاصرار والمحاولات النهارده. المكسب الثالث هو انه بدا يبقى في تجانس، يعني تحس النهارده ان ميكسوني عاجب جماهير النادي الاهلي، ان احمد عبد القادر عاجب جماهير النادي الاهلي، ان حسام حسن بدا يعجب جماهير النادي الاهلي. المكسب الرابع هو المنافسه، لانه هتلاقي في منافسه بقى، كهربا لعب وخرج ونزل ميكسوني، احمد عبد القادر اثبت انه لعيب جيد ونفض من دماغه كل الهواجس انه ممكن ما يلعبش، عوده بدري بنون النهارده بتصنع فارق كبير جدا جدا، ده امر مهم جدا. في شكل اداء النادي الاهلي كمان شكل جيد، كمان وصول النادي الاهلي للمرمى النهارده كان كتير جدا، او الفرص اللي هدد بيها او المحاولات الهجوميه للنادي الاهلي يمكن احنا عديناها حوالي 21 محاوله مقابل 5 محاولات لنادي انبي. وهنتابع واحنا بنتكلم، هنتابع ملخص للفرص من هنا او من هنا او من هنا، في كرات كتيره جدا بها شبه فرص او على الاقل محاولات هجوميه داخل منطقه جزاء انبي او داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، لكن هتشوف محاولات النادي الاهلي كانت كثيره النهارده وفيره زي ما بيقولوا يعني. فالنادي الاهلي النهارده عنده مكاسب بالجمله، تخطى المرحله الصعبه، ثقه جماهيره لا تهتز ابدا فيه، يعني ادي فرصه تعتبر فرصه لو اتحطت بالعرض ممكن، لكن محمد شريف بيحاول بيجاهد، ممكن تكون مش ماشيه معاه في البدايه لكن هتيجي دي برضو لو اتثبت او يعني كان ممكن يبقى فيها شكل يعني اكثر خطوره. لكن المهم عند جماهير النادي الاهلي ان في محاولات، علي معلول بيستعيد جزء كبير جدا من فورمته من خطورته النهارده في اللقاء رغم الارهاق اللي موجود عليه، ادي فرصه ثانيه للنادي الاهلي بتضيع. يعني ده ما كانش موجود في مباراة طلائع الجيش، ده ما كانش موجود مع ختام مسابقة الدوري العام. في مكسب كمان كبير ان المباراتين لم تهتز شباكه، الاهلي اهتز شباكه في الدوري 29 مرة، لعب السوبر ولعب مباراة في الكاس دون ان تهتز شباكه، وده برضو مؤشر جيد رغم بعض التغييرات اللي موجودة في الدفاع، يعني بيلعب ياسر ابراهيم مرة، بيلعب بدري بانون مرة، اكتر من حد بيلعب، كل دي محاولات اسمها محاولات هجومية للنادي الاهلي داخل اللقاء. الحقيقه من الحاجات اللي يعني بستغرب لها شويه انه احنا ساعه المكسب عمرنا ما نسبنا الفوز لشخص، يعني نقدرش نقول الكابتن خطيب او نقدر نقول شخص واحد، بنقول في منظومه اداريه محترمه داخل النادي الاهلي، وكانت النتيجه انها فازت بكل البطولات الموسم الماضي، فازت بالدوري وفازت بالكاس وفازت بالسوبر الافريقي وفازت ببطوله افريقيا مرتين وفازت بميدالية في كاس العالم للانديه. اذا في نجاح واضح لنجاح المنظومه الاداريه، كل ده بيجي بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وفي الخساره برضو بيبقى عندك سوء حظ او عدم توفيق او عدم نجاح. ما ينفعش اقول ان اصل الاهلي بيكسب بتوفيق من ربنا، ولما يخسر نقول اصل خطا من محمود الخطيب برضو، يعني لازم يا جماعه شويه نبقى واحنا بنتكلم يعني بلاش الامور يعني يتم خلط الامر ببعضه، يعني الامور لما بتختلط ببعضها انا بشوف لو يكون في حد عايز يترشح انتخابات ينزل انتخابات هذا حقه، يبقى من خلال صناديق الانتخابات يعني، لكن بزعل قوي لما بيبقى الامر بيبدو كنوع من انواع البعض غضبان، البعض مش مبسوط، او البعض يعني الامور بتبقى باينه يعني. فانا ما اقدرش اقول اصل النهارده الفوز ده كان حظ، لكن الخساره بيتحملها رئيس النادي بمفرده. طيب خلاص، اذا كان الفوز اذا كانت الخساره بيتحملها يبقى هو الفوز بتاعه كمان، يعني
يبقى راجل كان حظه حلو وراجل بقى حظه وحش، او راجل اشتغل كويس او راجل ما اشتغلش كويس. فالامر واضح يعني، الامور للامانه الشديده بتبقى افضل من كده، بتبقى احسن من كده، فيها الحكم عليها يعني، خاصه لما بتبقى من ابناء النادي بتبقى قصه صعبه شويه انك تصدق هذا الكلام. بتصور انه النادي الاهلي فوزه النهارده رغم انه متوقع، لانه من خلال الدوري العام النادي الاهلي هو اللي يعني فاز على انبي مرتين، فهيبقى التوقع النهارده طبيعي في مباراه اليوم بفوز النادي الاهلي. هنظل دايما وابدا نشيد بالمنظومه الاداريه للنادي الاهلي، نشيد بالمنظومة الفنية للنادي الأهلي، نشيد بالشكل الجميل اللي موجود في النادي الأهلي. ده أمر مهم وأمر مطلوب إن احنا نتكلم عليه. مش معنى خسارة بطولة أو خسارة مباراة إن احنا نفضل بقى نتكلم بشكل فيه انتقاد أو شكل فيه تقليل من مجهود بيبذل نادي على المستوى الإداري، نادي على المستوى الإنشائي، نادي على المستوى الفني. الناس كلها الحقيقة بتحترم النادي الأهلي وبتحترم إدارته على مر العصور، يعني اللي أنا عاصرتهم سيادة الفريق مرتجي، الكابتن صالح سليم، كابتن عبدو صالح الوحش، كابتن حسن حمدي، المهندس محمود طاهر، كابتن محمود الخطيب. أتصور أنه كان ليهم دور كبير جدا في الإدارة المحترمة اللي بيقودوا فيها، بيشتغلوا فيها أن هم ينجحوا هذا النجاح. اللعبة دي هعيدها لكم أكتر من مرة الحقيقة، مش لحاجة يعني. أنا الحقيقة كنت هبقى سعيد أن حسام حسن تبقى بدايته فيها ثقة، والنهاردة كان أداؤه أحسن بكتير من مباراة طلاع الجيش، الخضة بدأت تتشال من عنده، لكن طريقة تسجيله للهدف الثقة اللي جاب بيها الجون جيدة يعني. هنا حتى الكابتن أحمد الشناوي شفته في المعسكر، خلاص هي ملعوبة من مدافع نادي إنبي، ملعوبة، قصة ملعوبة، مش خطة في رجله ومدد رجله عشان بيلعبها، فلما لعبها راحت لحسام حسن، كان في موقف تسلل لكنه خلاص هنا انتفى عنه التسلل، لأنه اللعيب ما بصهاله، هي مش مثلا خبطت في رجله ولا خبطت في ركبته ولا خبطت في ظهره، لا، ده هو بصها لحسام حسن لما سجل هدف. بعتقد ان ده خطأ من المساعد كابتن محمود ابو الرجال، ولازم يخلي باله شوية لانه داخل على امر مهم وهو ان شاء الله كاس العالم. لكن في كل الاحوال الاهلي فاز 1-0 في هذا اللقاء. لكن برضو في نفس الوقت انبي الحقيقة كان لي عدد من الفرص رغم قلتها، لكن كان لها خطورة، يعني كان لها خطورة شديدة، منهم كورتين كانوا مهمين جدا لنادي انبي. في تسديده لمهاب ياسر كانت بعيده عن المرمى في الدقيقه 19، لكن احنا بنقول محاولات نادي انبي ومحاولات نادي الاهلي طوال اللقاء ده مهم ان انتوا تتفرجوا عليه ومهم تشوفوه، لان بنعمل لكم ملخص كامل للمباراه. حاولوا بقدر الامكان لعيبه انبي، لكن بدايه الموسم ولسه فتره الاعداد والمباراه في توقيت صعب، دي برضو كانت محاوله الاولى انه جله هنا، جلة كنت خايف على ركبته يكون فيها حاجة، لكن الحمد لله عدت على خير. الفرصة الأخطر اللي كانت في الدقيقة 31 لإبراهيم جلال لولا التدخل الرائع من أيمن أشرف اللي أنقذ فيها فرصة هدف مؤكد لصالح نادي إنبي في الدقيقة 31 من أحداث اللقاء. خطأ لا يغتفر من دفاعات النادي الأهلي، لكنه أيمن أشرف راح للسكة الصح وحط رجله في التوقيت الصحيح بينقذ هدف مؤكد لإبراهيم جلال. ابوكا ما كانش موجود، ابوكا لعيب هايل في فرقة انبي. شريف حتحوت الحقيقة نزل بديلة لحسام عرفات، والحقيقة الولد كان كويس جدا، لعيب كويس هنا، بس بدري بنون تخطيطه رائعة رائعة، تخطيط بدري بنون، ذكائه هنا في اللعبة يحسب له. وبعدين الكرة الأخيرة في الدقيقة 87 لحتحوت وسط اثنين من مدافعي النادي الأهلي، وبعتقد ما كانش فيها اي شك في ضرب الجزاء. ده ملخص مباراة الاهلي وانبي، لكن في نقاط لازم نتوقف عندها شوية. بنتكلم مثلا على الارقام، انبي عنده 4 ركنيات، الاهلي عنده 6، التسديدات انبي عنده 3، الاهلي 16، بنتات خشبات لا يوجد اختبار للشناوي مقابل 3 للنادي الاهلي، تمريرات 682 للاهلي مقابل 268 لانبي، 189 تمريره صحيحه لانبي مقابل 572 للاهلي، العرضيات 9 لانبي مقابل 29 للاهلي، العرضيات صحيحه 1 لانبي مقابل 11 للاهلي. كل دي ارقام بتؤكد ان الاهلي كان مسيطر على اللقاء. الناس سعيده بمستوى ميكيسوني، الناس دايما ما تستعجلش، تقول انه حلو ولا تقول انه وحش الا بعد شويه يعني، قالوا انه بيرقص كويس، نسبه مروره 100%، اخطاءه قليله،
بدر بنون رجع لانه يكون اكتر اللعيبه اللي بتستخلص واكتر اللعيبه اللي بيمرر بشكل خاطئ. الناس مبسوطه من احمد عبد القادر بشكل كويس واكرم توفيق كالعاده بشكل جيد. لكن في كل الاحوال مباراه بنحترم جدا امبي عليها وعلى اللي اداه، والنادي الاهلي بيستعيد ثقه كانت مطلوبه في هذا التوقيت. وزي ما كنا بنناشد كده ابناء الزمالك انهم يقفوا جنب فريقهم في الاوقات الصعبه، بنناشد ابناء الاهلي بنفس الامر. يعني حضرتك اقف جنب فرقتك، يعني صعب قوي لما يجي حد يعني من قدامى النادي ويقول لك اصل الفوز بتوفيق من ربنا فقط. طبعا توفيق من عند الله اولا واخيرا، لكن في جهد وعرق وعمل وشغل وتعب، ويعني اكيد كل لعيب كوره فاهم هذا الامر. يعني نتمنى ان شاء الله ان الامور بتكون افضل خلال المرحله القادمه.